شوية تصريحات ما يستاهلوا بقك. عارف احنا بقالنا في رمضان يقول لك شوية اكل يستاهلوا بقك على الفطار. امام عاشور عمل شوية تصريحات يستاهلوا بقك. اولا اتكلم على الكابتن رضا عبد العال، قال لك الهجاص ليه امام؟ قال لك بيقعد يقول كلام انا بقعد اضحك في الاخر، بحبه جدا بس بقعد اضحك، يعني بحترمه جدا بس هجاص، ما اعرفش ايه جدا بس ايه. يعني في الاخر يعني بص، عارف انت شرك الكابتن رضا عبد العال بس بيحبه جدا يعني في الاخر. يعني سلام عليك. انا ما اتاثرش خالص بالكلام ده، بيفرقش معايا بالعكس. يعني انا انا باخد الكلام ده زي لو حط تلج كده، وبنزل وبشتغل وبتمرن وبلعب وبتالق وما عنديش اي مشاكل خالص. يقول كابتن رضا زي ما بيقولوا، بس هو بيضحكني. تمام. قال كلام مهم على قصه انتقاله من النادي الاهلي. الحقيقه يعني اولا قال لك ميتلاند ما كانش كوبري للاهلي ابدا، وقال لك انا عشت تجربه صعبه يعني حسها بس القريبين مني وقتها وانا في ميتلاند، وانا اسقطت التجربه دي من ذاكرتي يعني. انما الناس اللي كانوا قريبين مني، قرايبي اصدقائي القريبين مني جدا، عارفين انا قد ايه كنت بواجه ظروف صعبه جدا في تجربه ميتلاند دي. وبعدين قال كلام خطير جدا، قال لك انا رجعت على الزمالك وكلمت مسؤول، مش هقول اسم، مش هيقول اسمه يعني، لكن ما اقدرش اخصم حد انه يضمني بالعافيه. وقال ما لقيتش اهتمام ولا تقدير، وطول الفتره دي الاهلي ما كلمنيش. اول ما لقيت رساله على تليفوني من الكابتن امير توفيق، ده قال كده بالنص، ما خدتش 1% تفكير، فورا رحت للنادي الاهلي وحسيت بحاجه تانية ومعامله تانية واستقبال تاني واحتضان تاني، فبقى بالنسبه لي الاهلي هو كل حياتي دلوقتي. وقال يعني بقى في قصه عشر مشتركه مع الاهلي وجمهوره دلوقتي. وكمان امام اتكلم وقال لك اذا كانت حياتي دي اعتبرها مسرحيه يعني، فهيكون احلى فصل فيها هو انضمامه وقصه انضمامه للنادي الاهلي. فالراجل خلاص يعني، انت عارف لغايه النهارده وامام عاشور احد نجوم النادي الاهلي ومحرز الاهداف الحاسمه منها جول في الزمالك في نهائي الكاس يعني، ولغايه النهارده الناس لسه هو امام اهلاوي ولا زملكاوي يعني شوف يعني لغايه النهارده حاله الجدل، وفي ناس عايشه على الفكره دي حتى من المحللين وفي القنوات وفي البرامج والكلام ده. امام عاشور بيظهر لاول مره امبارح في تدريب النادي الاهلي بدون حامل الزراعه اللي هو الاصابه. انا فاكرين لما كنت من كام يوم بقول لكم امام اسبوعين وهتلاقوه في الملعب، امبارح بيظهر بدون حامل الزراعه لاول مره، وقعد معاه كولر وقعد يهزر معاه واتكلم معاه وبيتحط له البرنامج التاهيلي بتاعه. وانا بتكلم بقول لكم اهو 10 ايام اسبوعين ماكسيمم وهتلاقوا امام ده طايح في الملعب، ما عندوش اي مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا امام عاشور لازق لحسين الشحات في المستشفى لدرجه ان اهله بيقولوا خلاص يا امام بس زهقنا منك. قعد لازق لحسين الشحات في المستشفى مع محمود كهربا، وطبعا نجوم كتير زاروا حسين الشحات يعني محمد عبد المنعم، كل تقريبا اللعيبه طاهر محمد طاهر، تقريبا كل اللعيبه الحقيقه زارت حسين الشحات في المستشفى، عمرو السولك، كل اللعيبه محترم جدا راحوا زاروه في المستشفى وطمنوا عليه. بس اللي لازق له امام عاشور وكهربا بشكل اكبر. بمناسبه الكلام على حسين الشحات في الاول قبل ما اطلع الفاصل، الشيبي كان عنده استدعاء من لجنه الانضباط الاربع، لا طب الخميس، لا طب الاربع، لا طب الخميس، اصل الشيبي مسافر عنده ظروف عائليه مفاجاه، هم قالوا كده على فكره يعني، ظروف عائليه مفاجاه ومش هيقدر يتواجد وسافر المغرب يوم الخميس. لجنة الانضباط قالت او سربت يعني مش اعلان يعني انه خلاص اوكي يعني هنأجل الميعاد الاسبوع الجاي. فوجئ الجميع بان محمد الشيبي بيتصدر تشكيلة بيراميدز في مباراته مع طلاع الجيش اللي اتلعبت يوم الجمعة في الدوري، وتعادلوا 0-0 في المباراة يعني. لكن الشيبي تصدر التشكيل بتاع فرقته
ولعب المباراة بالكامل التسعين دقيقة، وفي كلام انه هتوقع عقوبة على الشيبي، وان لجنة الانضباط هتعتبر ان هو متهرب من التماثل امامها في الميعاد اللي كان مقرر ليه يوم الخميس اللي فات. هل هتعمل كده لجنة الانضباط فعلا وهتعتبر الشيبي متهرب؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. يهمنا تصريحات امام عاشور مع رضا عبد العال، ووقفه امام عاشور وكهربا مع حسين الشحات في المستشفى، والشيبي يعني ما تعرفش بقى ايه هو، يعني منين هو مسافر ومنين ظروف عائليه ومنين متصدر قائمه طلائع الجيش. كل ده يعني مهم وهيتعاقب عليه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على رضا. امام عاشور بيقول لك بحبك جدا الكابتن رضا عبد العال بس هجاص، لذيذ جدا بس بيضحكني، لذيذ جدا بس هجاص. يعني هو الراجل عايز يقول ان هو ما فيش اي عداء بينه وبينه الكابتن رضا عبد العال، بس هو بيقول لك انا ايه، يعني هو بيهجص في الكوره، بيحلل غلط، بيتكلم كده يعني بينكشه، تقدر تقول ان هو بينكشه كده ايه، نكش العيد من امام عاشور. لكن امام عاشور لعيب، يعني هو بيقول لك انا فصلحي، لو لخصت حياتي في مسرحيه، اهم فصولها هو النادي الاهلي، وعبر ان هو لما رجع من ميتلاند راح لنادي الزمالك ولقى نادي الزمالك مش مهتم، ولقى نادي الزمالك مش مقدر حجم نجوميه امام عاشور، فاضطر ان هو والنادي الاهلي ما كلمنيش، لا انا لقيت رساله من امير توفيق. طب حد، طب يعني ايه ده كلام؟ نخش جوه التفاصيل بقى ولا نصدق؟ ولعب قصاد الزمالك وجاب جول وعمل اسيست، خلاص الموضوع انتهى، هو لاعب محترف في النادي الاهلي. ما حدش يقول لي بقى لا ده زملكاوي، ده اصله زملكاوي، يبقى احنا كده ايه، اي كلام فاضي معقول. اسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي يا خواجه.